On n'a pas compris pourquoi ces gens-là ont Alors, été... Alors, avant de commencer, hein. Salam alaikum, Azul Flewin, Rana Mar cousin de Reda City 16. Bon, la famille. De la famille. La famille, voilà. Rana fait Zer Asima, à la belle comme Belil, Alhamdulillah, l'Adela Jazeria, Yanni Galt, Mister Abbé, Athalla. فميلتك خلوه يخرج نورمال صحفيين فني خرجوهم وما فهمناش لماذا باغ اكزومبل كمال بوعكاز ولا ريدا سيتي 16 ولا فوديل دوب ولا الجماعه تاع الصحفيين عدلان ملاح مازالوا في الحبس دونك هذو الناس على بالكم ماشي ارهابيين هذو الناس لو كان العداله تطلقهم ما يديروش بومبا ولا حاجه كيما هاك يعني العداله تقدر يعني تخرجهم ومن بعد تم كونفوكاسيون حتى يجي نهار تاع الشرح تاعهم على كيف كيف اون في كونفيونس على جوستيس الجيريان بيان سور مي سو كون ا با ايمي سيتي كي سوا فيلمي كي سوا بريزونتي فوالا بريزونتي على فوالا على التلفزيون افيك لو نون لو برينون Genre ils ont été filmés comme ça sur les journaux, sur le journal et sur la chaîne de télé que je n'ose même pas prononcer le nom parce que j'ai pas envie, ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir de prononcer le nom de la chaîne. Quand ils ont filmé ça, c'est que quand on voit des criminels qui se font arrêter, des trafiquants et tout, ils se font arrêter, ils se font menotter, ils sont dos à la caméra, ils donnent pas leur nom, ils donnent pas leur prénom, alors que nous, nos amis, nos membres de la famille ont été arrêtés, menottés, et voilà les noms, les prénoms, ils ont fait ceci, cela, Amir Desert, je sais pas quoi, comme si que c'était des ennemis de la nation alors qu'ils n'avaient rien vu. C'est là de l'okimage, هذو الناس راهم جزائريين. يعني ماهمش ارهابيين ما داروا لا بومبا لا فيتا مراست لا اجيلا والو يعني العداله دير خدمتها نورمال. Voilà, là pour le moment on attend, on fait confiance à la justice algérienne parce qu'on est algérien, on vit en Algérie. Alhamdulillah, on a espoir que la justice va trancher pour le légal, quoi, pour quelque chose. L'adl. Ce qu'on est en train d'espérer, c'est l'adl, parce qu'on a confiance en cette justice-là. Inch'Allah, ils diront qui m'a mis Mr. Abbé, qui m'a dit. Voilà, comme Abdou Salma, Mr. Abbé. C'est ce qu'on souhaite et on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Hein. Et courage à toute la famille. Hein. Bien sûr. سمعتنا قناة النهار هذه اسمح لي يا اخويا والله على حيرت كاع الغاشي وانا في جميل ديزويت يا ناس نعلو الشيطان خلو الشباب يدخلوا عندهم في الميدان ناس عندهم قاريين ناس فاهمين ناس مثقفين ناس شايفين ان شاء الله كاين مستوى الحمد لله كاين مستوى خلاص دوكا خلونا من الشيوخ هذوما بركة علينا اوكي يعطيك الصحة بارك الله فيكم هاي روندي مانيش نمشيو لي عاد ان شاء الله نكون هنا عاد ان شاء الله نكون هنا هيا صحيتو طلع براكم هيا ديروا السفرة هيا صحيتو روح رفيق روح حمي صحيتو عاد ان شاء الله نتلاقاو فادي ما كاش مشكل هذاك بليزير هيا بسم الله تحية لي جاديا سيلفي مسيو راشد ثم هو المستقبل تاع البلاد ان شاء الله هيا شوف صحيتو هيا طلع في روحكم ماشي معايا ماشي معايا يا لي جا شفتوا لي جا تاع الجي ما شاء الله 48 ولايه اروح اروح هضر معايا اروح ما تبعش الهضره اروح بسم الله انا نبغي كي واحد يقابلني كيهضر معايا الله يا سيدي هيا اروح معاك يا سيدي تاع فرنسا برك لا تاع الجزائر خو انا تنزلت على الجنسيه الفرنسيه برك دي زاد بزاف شويه شوف ان شاء الله يخرجوه خو امير دي زاد راني نحكي على امير
رشيد واحد يعرف واحد شوف صور معك واحد هيا هذه هنا هذه هنا على الله بربي تفضل شوفوا كيف لي مرحبا بكم عشان نسلم على اخونا تاكسي شوفوا لي الزوم تاعكم لاباس بخير هيا صافا بخير هيا الحمد لله والله يعطيكم الصحه الله يعاونكم بون كوراج هيا بس من نتلاقاو غدوه ان شاء الله الله يسلمك هيا تهلاو في روحكم بون كوراج يعطيكم الصحه والله صافي بليز انا في الجي نورمال ان شاء الله العداله دير خدمتها الشابه كما دارت مع بيستو غابي وصحفيين ومن بعد يديرهم لا كونفوكاسيون يفوتوا يفوتوا شرح تاعهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا ان شاء الله يديها معاكم ان شاء الله وتحيه الشلف وتحيه الجي سونت وتحيه بلادنا وتحيه الجزائر 40 ولايه والجاليه الجزائريه في الخارج كاع الخارج والداخل فوالا ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك وفيكم محبوب كاع الناس هم شافوك يهضروا معاك كاع يسقسوك لا لا صافي بليزير صافي بليزير الفايده لا لا الحمد لله فايده كيعطينا الصح واحد ونرفدوا راسنا في العالم يعطيك الصح واحد يهضر في بلاده يهضر في بلاده فوالا يبغوا ولا يكرهوا كنا خملهم ولا كاع خملنا ولا يضحكوا علينا صح صح وحنا حنا ماذا بينا نرفدوا علامنا ان شاء الله يخلوه رجال مجاهدين نعاودوا نرفدوه اي وي ان شاء الله امين ان شاء الله بارك الله فيك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه بوكو صحيتو في الامان صحيتو الله يعاونكم صحيتو واش راكم صافا بخير عيا مرحبا الحمد لله الله يسلمكم مرحبا صافي بليزير صافي بليزير واش راكم بخير عيا بيان الحمد لله والله تخيب هاكم تشوفوا فوالا رانا مع لي زالجيريان اون لاين فوالا فوالا صحيتو يعطيكم الصحة الله يعاونكم في الأمان الله في روحكم إن شاء الله يعطيكم الصحة فوالا دوك راك أون ديريكت يا طارم بك يا شفتوا لي زوم راهم كونيكتي ما شاء الله السلام عليكم للزرجيريان كامل كامل كاع وين كنتوا يعطيك الصحة الله يسترك في الأمان إن شاء الله ميرسي أفو يعطيكم الصحة شكرا سي رشيد راك لايف سير لاباج تاعك تفضل خويا لا لا راك لايف سير لاباج في اللايف معليش باسكو لاباج تاعك دار لها جيم بعدا نشوف يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك خويا ميرسي يعطيك الصحة في الأمان سي لطفي السلام عليكم السلام عليكم واش راك خونا من خاوتنا واش راكم لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله في بليزير كمان السلام عليكم فوالا دوكا دوكا رانا في الجي الناس راهي تقول رشيد على ما يهضرش يعني نهضر نورمال شوفوا حنايا رانا ضد المافيا ورانا باغيين رانا باغيين دولة القانون في الجزائر باه نفرحوا ببلادنا وبالعالم كومبلي يحترمنا هذا هو الهدف تاعنا هذا مكان سي با كومبليكي فوالا دوكا دوكا وحبه حبه ايراني في العاصمه وان شاء الله بلاد تتسقم دوكا دوكا كاينه ولا لا بلاد تسقم ان شاء الله ان شاء الله مع الشبيبه ان شاء الله ان شاء الله افيك لا جونيس راكم تشوفوا لي جون ما شاء الله فوالا احترام لو ريسبي توتال الحمد لله سي سا بلوز امبورتون فوالا دوكا دوكا دي في جو راحت لك في بالي كونيكسيون راحت انا مازالت لا كونيكسيون راهي مليحه شوف الله يفتحك مسي رشيد واش راك بخير هيا ولا غير فين يعني والله كونتينياسيون والله غير وني بارمي اللي راهم يتبعوا صافي بليزير خويا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندوها ان شاء الله وتسكبوا بلادنا ان شاء الله فوالا امين ان شاء الله يعطيك الصحة الله يعاونك امين ان شاء الله في الامان فوالا دوكا دوكا فوالا لي زالجيريان الحمد لله لا كونيكسيون راهي تمشي انتيك اليوم في الدار عاصم عليكم السلام واش راك واش راك والله باغي نتبع يعطيك الصحة خويا باغي نتبع لوكا في الفيسبوك تاعك في لاباج تاع راكم ديالك السلام عليكم واش راه نقول لهم راه كيما بغيت خويا ما عندي ما نهضر اهدر على روحك اهدر على روحك السلام عليكم ما عندي ما نهضر واش راه نهضر راك في الجزائر وتزيد تهضر اهدر نورمال ما كاش كيف الميساج تاعك واش راه لي من هذا لي من ميساج لي من شوف السلطات والشعب لا الشعب نقول لهم انا واش الشعب ليا ولا ملي ماشي ليا وانا نقول لكم بالا مبلغ السلام والسلطات هاكو تعرفوا حاله خطيره و كاش كاع مليح صالح فيهم ما كاش حاله خطيره هضر نورمال نورمال لا شي سلسل بالمشكله حاله خطيره وتزاير في حيره الله يسقم بلادنا ان شاء الله امين 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 هذا واش بقاو غير دعاو الخير في البلاد هذه خاوتي جالية ليلى نقول لكم حاجة بالك وتجول للبلاد علاش لا ما تجوش راني هنا معاك نتايا انت معانا انت نسحقوك صح هما خليهم ساكن جوكا كيما انت واش عليه لا كيما هكا كتسكبوا بلادنا يد في اليد يد في اليد والله يد في اليد ما يخلوناش نديروا يد في اليد على ما يخلوناش ما يخلوناش ما على باليش انا
اللي تفليد غير الخلاق اللي مينوت هما اللي تفليد ودي الحراش. انا قلت لهم لي مينوت هذيك بليزير على الحراش هذيك غون بليزير هكذا آه نورمال عادي ويما وكيفاش عاد تهلا فيها ما تخمع كيفاش تجي لي بالوار راهي شود هنايا يجي لي تجي لي بالوار من بعد باش يدير لها الكارديا هكذا يطبع لها في القفه ويقول لها سقمي روحك هذه ماشي اختيار كيفاش هذه غلبت لي يسكن بيق بالو من الساكا يما انا يما حاجه بيت الله ماشي الله يبارك في هذه ماشي الزر هذه تاع بايا وكذا سي فغي ما نقدرش انا فهمتك انا نقول لك تني وما تدينيش بلي فرت تفني وتجي تبكي عليا يما وما يدينيش لهذيك البلاصه نحكي لك ولا لا هاني شوف في هذه غلبتني انا والديا ربي يرحمهم الله والله حتى حاجه ما تخوفني لا حبس لا موت الشيء نورمال الموت عندك الموت في يد ربي ماشي سبحانه حتى واحد يعطيك الصحه صافي بليزير هكذا وتلاقى وشفى عليا بالك في مارسي قال لا شفت عليك تلاقى في مارسي في مارسي ان شاء الله ان شاء الله هيا الله يعاونكم الخوان في الامان فوالا سي با فاسي راكم تشوفوا بلي ماشي حاجه سهله كاينين راهم الله يلاه صقت لهم كاع 100% فوالا وي الله يبارك فوالا دوكا دوكا حبه حبه بون تلاقاو غدوه ان شاء الله اون فيغ ان تي لايف جونتي الجي ورانا حنا في الوسط العاصمة والحمد لله راكم تشوفوا راه كلشي انتك فوالا وان شاء الله يطلقونا كامل بوعكاز غدا سيتي 16 وكاع جماعة عدل الملاح وعبد الكريم تاع قسنطينة وكاع هذو اللي نسيتهم ومن بعد عادل هذه خدمتها دير كونفوكاسيون ويفوتوا شراب نورمال عادي انا على بالكم 10 خطرات وانا نفوت مع المحكمة حاجة عادية كنت في الخارج قلت لهم راني جاي انايا ما نهربتش فوالا اتهلاو في روحكم السلام عليكم وليدكم سعيدة.